من أوغندا إلى ألمانيا إلى اليابان، الأنظار تتجه نحو الجزائر وبالتحديد منطقة التبادل الحر. العديد من البلدان تسعى لإقامة شراكات في شتى القطاعات، والعديد أيضا يسعى لتفعيل مجالس الأعمال، والهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمار. الجزائر راه من الدول اللي فيها يعني استقرار واضح للأعين. ناهيك عن هذا أن بكل منتوج يصنع في العالم لابد 20-30% تكون الثمن تاعه من الطاقة، وكي نتكلموا على الطاقة الجزائر حاليا يعني مورد الطاقة، إذا تكلمنا على الغاز ولا على الطاقة بما كانت مختلف يعني هي أرخص في أي منطقة أخرى. يعني كل منتوج يصنع حاليا في الجزائر تكون عنده الاحتمالية أنه يتسوق بسلاسة في جميع العالم. الجزائر بوابة أفريقيا، منطقة التجارة الحرة باتت جاذبة للاستثمارات من خلال إقامة مشاريع اقتصادية تنشط القطاع الصناعي المحلي وتشجع التجارة الخارجية، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. الانطلاقة الأخيرة تاع السوق الحرة الإفريقية، لهذا الجميع يريد أن يكون في المناطق لي زون فرونش في المناطق. لماذا؟ هذه المناطق أغلبها تكون على الحدود الجزائرية الإفريقية، مع الوجهة اليوم راح تكون غادي تكون في أول الوهلة تكون إفريقيا، يعني الجزائر بوابة إفريقيا. نتمنى هذوك المناطق الجميع يبحث أن يستثمر فيها، يعني باش تكون عنده يعني رجل أو يد في إفريقيا في أول وهلة. لهذا الجميع يريد الاستثمار في المناطق الحدودية. وإذا كانت الجزائر تسعى لتحقيق طفرة في الإنتاج الوطني والقطاع الصناعي بشكل عام، إلا أن موقعها الجغرافي قد يدعمها أيضاً لتنشيط التجارة عبر ولوج الأسواق الأفريقية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.